أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام 6 معتقلين شنقا في سجن مشهد المركزي، وتم تنفيذ أحكام الإعدام والمصادقة عليها رغم احتجاج المتهمين على رأي المحكمة، حيث أكد نشطاء متابعون لقضايا المعدمين بأن إجراءات التقاضي لم تكن عادلة وشفافة، ولم تعطي المحكمة الفرصة الكافية للمتهمين للدفاع عن أنفسهم. ووفقا لتقارير حقوقية دولية، تأتي إيران في المرتبة الأولى عالميا في تنفيذ عقوبة الإعدام. ووفقا لبعض الإحصاءات، فأن أكثر من 60% من عمليات الإعدام في إيران لا يتم الكشف عنها من قبل السلطات، والتي يصفها الإيرانيون بالإعدامات السرية. ومنذ مجيئه للسلطة، يستخدم نظام الولي الفقيه عمليات الإعدام كوسيلة مؤثرة لخلق أجواء الرعب والتخويف للحيلولة دون وقوع تحركات ضد النظام.